هاي مروان، شلونكم؟ قلت نقعد شوية، ما ظن انتوا عندكم عطلة، بس احنا عندنا مدارس. يعني بدت المدرسة اليوم، اول يوم من السمستر الثاني، من الفصل الثاني. ماكو امتحانات نصف السنة هنا، لا اكو امتحان الفيرست سمستر والسكند سمستر، يعني الفصل الاول والفصل الثاني بهذا الشكل. الفصل الاول بامتحانين او ثلاثة حسب. المهم أردت أحكي لكم في الموضوع، ممكن يفيدكم، يعني ممكن يفيد الطلاب ويفيد أولياء الأمور. راح أحكي لكم عن تجربتي ويا مدرسة ليليان، مدرسة الرياضيات. قبل فترة ليليان تعرضت إلى عنصرية بالمدرسة من قبل وحدة من المدرسات، يعني هي وحدة بس نغصت علينا السنة كلها. تعاملت وياها بعنصرية، قالت لها كلام ما لازم تقوله نهائياً، ورادت وقالت هدزي على أمك حتى تكمل وياي. هم هي تفاجأت انه اني رحت على المدير واشتكيت عليها، وقلت لها اني جاية بالله خلي اشوف شنو تدين تحكين وياي، هم تدين تعتذرين على الكلام العنصري اللي قلتيه لبنتي. المهم وقتها هي صارت كلش عصبية وقامت تسوي نفسها انه هي خطية، يعني هي اني ما اكل حقها، اني ما اكل حقها. المهم هاي التصرفات، اني كانجليش تيتر، كمدرسة لغة انجليزية، عندي خدمة طويلة اعرفها كلها اعرفها، يعني كل الاشياء اللي ممكن يسويها المدرس انا اعرفها بس ما اسويها وما احبها. المهم حكيت وياها، رزلتها بطريقة مؤدبة وقلت لها انا اتمنى انه اشوف غير شيء يعني بالايام القادمة، وشفت أسوأ شيء بالأيام القادمة. ليليان بالامتحان أخذت، مرة أخذت 38 ومرة أخذت 82، فبالشكل المعتاد الدرجتين لو يعني تنجمع وتتقسم هم تنجح. تعتمد تتلاعب بالأسئلة، مثلا تجيب كلها مسائل. قلت لكم أن المدرس ممكن يرسب طالب، ممكن أرسب كل الطلاب. تعتمد أنه تقول لهم بدون ما ليليان تدري أنه أكو امتحان، حتى ليليان ما تعرف أنه عندها امتحان. مثلا ليليان مثلا تكون راح للحمام وتقول لهم مثلا باكر راح امتحانكم، هم صف خامس ابتدائي شنو ممكن يقول لها ترى قالت لنا أكو امتحان، ما يجي على بالهم هذا الشيء. فسوت أكثر من مرة هذا الموضوع، فأجت النتيجة مالتها ليليان راسبة بالرياضيات. طبعا هي مو ليليان رسبت، هي انا اللي رسبت، مو ليليان رسبت. انتوا لا بالكم اذا انتوا ترسبون، ها هي لا، انتوا اهاليكم هم يرسبون، يعني امكم تعبانه عليكم او ابوكم تعبان عليكم، فمن تجي النتيجه راسبين مأساة. المهم اليوم اخذت قرار انه انقل ليليان لغير مدرسه، لان حس نفسنا خلص، يعني تعبنا بعد ما بينا حل. احنا قادرين على انه نواجه مدام عندنا حق، بس احنا قررنا ننقلها ليليان لانه وقررنا نشتكي، ها بعدنا بعدنا ما مشتكين، قررنا ايضا نشتكي، لكن هاي الفترة نحاول نحتفظ بيها بعقلنا، نكون عاقلين ونكون هادئين ونحاول قدر المستطاع نمشي الموضوع. فاليوم نقلتها إلى غير مدرسة، مدرسة مو بعيدة عني وعدها أصدقاء وصديقات هناك. بس اللي سويته واللي أريدكم تعرفوه، لا تخلون أولادكم بمواجهة المدرسين وحدهم أبداً، لأنه أوردي الطالب يخاف من المدرس، خاصة خامس ابتدائي، يعني مهما يكون هو خامس ابتدائي طفل 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 طفل، هو طفل يخاف من المدرس، فلا تخلوه هو وحده اللي يواجه المدرسين، لا انتو ساعدوه، اذا تقدرون تشتكون اشتكوا، اذا انتو ياكم حق اشتكوا، اذا شخص يقلل من قيمة اولادكم، يغلط عليهم، يضربهم، يقول لهم كلمات نابية، اشتكوا، ما ضاع حق وراه مطالب. اوكي، ماذا احق وراه مطالب. وهاي
باي.